وللحديث عن تداعيات فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار والغضب الشعبي المتزايد على الحكومة في بغداد في ظل تبريرات الحكومة للحادث، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. حمل أهالي الناصرية الحكومة والسياسيين مسؤولية وقوع فاجعة مستشفى الحسين، كيف يفسر غياب إجراءات السلامة والأمان في مؤسسة صحية مثل مستشفى الحسين التعليمي وتكبد كل هذه الخسائر البشرية؟ نعم، غياب إجراءات السلامة والأمان هي غايبة عن كل العراق منذ احتلال الغزو الأمريكي عام 2003 ولحد الآن. نحن لا نحمل الحكومة فقط المسؤولية، وإنما نحمل النظام السياسي برمته. هذا النظام الذي أتى من عام 2003 ولحد الآن، المواطن العراقي كل يوم يقتل وكل يوم يحرق وكل يوم يذبح. المواطن العراقي كل يوم يعاني من بطش وفتك الميليشيات التي هي تمتلكها أحزاب السلطة الحاكمة في العراق منذ 2003 ولحد الآن. أما ما حصل مؤخرا بحرق مستشفى الحسين، لحد الآن لا يقوون على مصارحة الشعب بعدد الضحايا، عدد الناس الذين توفوا، حيث احنا يعني معلوماتنا الأولية تشير إلى أن عدد الضحايا تجاوز 200 ضحية، تجاوز هذا رقم كبير جدا. يعني ونشوف أن الحكومة بكل وقاحة وصرافة تستهزئ بالعراقيين وتستصغرهم وتشكل لجنة للإعلام فقط، ويا مكثر اللجان التي تم تشكيلها في زمن العميل الأمريكي مصطفى الكاظمي. نعم، لأول مرة اتفق شركاء العملية السياسية ومنهم النواب في البرلمان، اتفقوا مع الأهالي بأن الحادث فعلا مفتعل. كيف يمكن قراءة تصريح لجنة الصحة النيابية بشأن حريق مستشفى الحسين، ومن المستفيد من إحراق مؤسسة علاجية؟ النظام السياسي برمته هو المستفيد، الأحزاب الحاكمة هي المستفيدة. من يسيطر على وزارة الصحة في العراق منذ الاحتلال ولحد الآن؟ يسيطر عليه التيار الصدري. يعني التيار الصدري يعني يستلم وزارة الصحة بالعراق، بالمقابل هو أول تيار شكل أول ميليشيا مجرمة قتلت العراقيين وهجرتهم وذبحتهم. يعني نشوف هذا التناقض. طبعا هذه سياسة أمريكية طبعا من أجل خلق الفوضى بالبلد. فإذا التيار الصدري الان اللي هو حليف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتالي هو اللي مسيطر على وزاره الصحه وكل ما يجري بكل مستشفيات العراق والمستوصفات والمراكز الصحيه، هو من يتحمل مسؤوليتها. نحن نلاحظ قبل ما يقارب الشهر مصطفى الكاظمي طلع وبكل صلافه يقول اتحدى، كلمه اتحدى، ويوجه خطابه للشعب العراقي وكان هذا الفرد الصغير القزم الامريكي يتحدى شعب تاريخه 7000 سنه، شعب حضارة بابل، يتحداهم بأن يكون هو وزير الصحة من التيار الصدري، وجميعنا يعلم أنه من التيار الصدري، وهو يقول أنا من التيار الصدري وزير الصحة الذي استقال قبل فترة. نعم. مثل حريق مستشفى ابن الطبيب، جميعنا نتذكر، كذلك عدد الشهداء. البديل أيضا مرشح من التيار الصدري. في هذه النقطة بالحديث عن التيار، إلى أي مدى تعتقد أن هناك استثمار سياسي في حريق مستشفى الحسين، لا سيما مع إعلان الصدر اليوم مقاطعته للانتخابات القادمة؟ إعلان الصدر طبعا راح نجي له، يعني احنا عندنا موقفنا من هذا الإعلان طبعا. أما بالنسبة كاستثمار سياسي، اليوم الجميع هو راح يستثمر دموعه كي يتباكى على الشعب العراقي، هذه بحد ذاتها هي أكبر دعاية انتخابية لهم. هذه هي دموع التماسيح، دموع تماسيح من حكم العراق، دموع تماسيح السلطة. هكذا يتباكون تمثيلا على الشعب العراقي. احنا نلاحظ يعني من اكبر زعيم للميليشيات في العراق اللي هو مقتدى الصدر، انتهاء باصغر عميل امريكي اللي هو مصطفى الكاظمي، كيف يمثل انه دور الضحيه وكيف يمثل ويتباكى على الناشطين حين يقتلون والتصدر. اما بالنسبه للتيار الصدري، اليوم التيار الصدري اعلان الانسحاب من الحكومه ومن الحكومه اللاحقه اللي راح تاتي ومقاطعه العمليه الانتخابيه. اليوم التيار الصدري عرف نفسه انه تيار افلس لا يملك شيء في العراق. اليوم قاعدة التيار الصدري قلت إلى نسبة تجاوزت يعني مدى خسارته إلى قاعدة تتجاوز 80%.
يعني نحن نتذكر جميعنا في ساحة التحرير في بغداد حينما كانوا يأتون الشباب من مدينة الصدر يقولون نحن لسنا أبناء التيار الصدري، نحن أبناء هذه المدينة، والتي أنا يعني بصراحة يعني لا أقوى على لفظ كلمة أنها مدينة الصدر، يعني إكراما لهم، إكراما لسكان يعني مواطنين هذه المدينة. فلذلك اليوم التيار الصدري عرف نفسه أفلس، الشعب جميعه يقاطع الانتخابات هذه لأن يعرفها هي مسرحية وتمثيلية، القوى الثورية جميعها اتفقت على مقاطعة الانتخابات، بالإضافة إلى أنه القوى الثورية نبذت كل من ادعى أنه ثوري وأسس حزب ليشاع. شكرا جزيلا لك مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير علي عزيز، حدثتنا عبر الهاتف من بغداد.